أنا سعيد لأن اليوم كاين إقبال ملحوظ على مكاتب التصويت من قبل مواطنات والمواطنين منذ الصباح من الساعة 8. هناك بعض المكاتب فتحت وأمامها عدد من المواطنات والمواطنين كينتظروا التصويت. هذا ربما هذا يكون دليل على أن إن شاء الله تكون نسبة إقبال محترمة، وهذا من التحديات التي لكل جميع كينتظر النتيجة ديالها اليوم وكيفاش نواجهوها. هنا أستاذ هنا. اليوم ان هذه فرصه بالنسبه للمواطنات والمواطنين باش انه بحكم ان كاين جديد النخب في على ثلاث مستويات ان يكون هنالك فريقا منسجما يعمل لصالح هذه لصالح المواطنات والمواطنين، لاخراجهم من الفقر، لاخراجهم كذلك من تدهور الطبقه الوسطى، ولبعث الامل في نفوس المواطنات والمواطنين، والخير امامهم.